اليوم انا راكي في البرتغال، لعب واحد الكومبيت انترناسيونال عالميه، تتواجد في بحر سميتو براي جراندي. وهذا الكومبيت عندها امتيازات انتي عالميه، وكاينين وجاو كامل لي شامبيون تاع الموند اللي نفسه فيها. في الاول بدينا التيم تاعنا تاع المغرب المنتخب، بدينا من الراوند الاول حيت حنا اول مره تقاش في واحد الكومبيت انترناسيونال. وبالنسبه للدراري الاخرين كانوا ديجا داخلين في السيركويا تاع الورد تور، ديجا تقاسوا في الكارت فينال. حنا بدينا من السيريا الاولى، وهنا الشيء كامل راه كنقول الشكر للعائله والسبونسور تاعي يفني سيرف كام كواليتي، يفني ريفان افريكا سبيريت، كامل اي سبونسور اللي عاوني. والدراري تا هما الادفايسز تاع انس حضار، تاع الدراري عاودوا بي معاشو ابراهيم الدوش، الدراري كامل. ومن هذا الشيء كامل استطعنا ندير واحد الانجاز مزيان اللي احتلينا المرتبه التاسعه عالميا. اللي قاسها بالنسبه لنا الاول مره غادي ندور جد بالنسبه راه قاسها، خلينا واحد الانجاز مزيان. هذا اللي مشي تاعنا مي دوماج، كانت الموجه شويه ما جاتش الحظ، يعني ما جاتش الجانب تاعنا. وبدات الرسمه راه شويه الموجه اللي بيو داكشي هنا. كنا شي كامل تنوجه الشكر كامل للدراري اللي عاونونا، الدراري اللي فني في الميساج تاعهم. ما كنقدرش نجاوب من الخصم، نشكر العائله تاعي. تنوجه جزيل الشكر للسوشيال ميديا تاع افني اللي ديما كتحاول تبرز المواهب الجداد من افني. ونشكر العائله بزاف، وان شاء الله العام الجاي نديرو بون ريزيلتا ان شاء الله. على لا خسر شويه تاع دعم خاصه على سبونسور. وبالنسبه للمغرب راه الدراري كاين عندهم نيفو هار، ولكن الدعم هو اللي ما كاينش، هذه المشكله.